انا حاليا بعمل مسرح سلسله بدريه، في بدريه اتخطفت وبدريه في الادغال وبدريه في الوكر وبدريه في الغابه وبدريه في الكاتدرائيه. فبدريه اتخطفت دي عرضتها بعرضها من 2013 لحد دلوقتي، بلعب مع الجمهور. يعني سبحان الله دايما بيكون في طفل بيعيط في الصاله بلعب عليه، دايما في حد بيقوم يدخل الحمام قدامي بلعب عليه. كسر الحائط الرابع ده بين الممثل والجمهور صعب يتعمل، فانا بحبه قوي وبحب العب على منطقه الجمهور واللعب مع الجمهور. فدي بتبقى اسعد لحظه، لدرجه ان في جمهور جه بدل المره اتنين وتلاته وبيتعمدوا البيبي اللي معاهم يعيط عشان اقول افيهات عليه، وبيتعمدوا يقوموا يخشوا الحمام عشان اقول عليهم افيه. فانا ببقى سعيده بده. والله هو موقف حصل لي في بدايه حياتي، واول مره على فكره اقوله لحد، بس هو مش عارفه ليه افتكرته، لانه بجد موقف الحمد لله ان هو عدى على خير. كنا بنصور في شقه في المهندسين، رحت اول يوم صورت، تاني يوم رايحه التصوير في هدوء وفي بساطه، فطلعت نفس الشقه. يعني انا طلعت اول يوم البواب عادي، عارف ان في تصوير وسابني وطلعت، وكنت لسه بقى مش معروفه ولا مشهوره قوي كده، يعني شكل مش عارفني. فتاني يوم جيت طلعت، فبص لي قوي كده، فانا استغربت من بصته وطلعت، كملت وطلعت. خبطت على نفس الشقه، دخلت لقيت تلات شباب، دخلت وقعدت. فهم بقوا بيبصوا لبعض، مين دي اللي جت وقعدت وتلات شباب شكلهم غريب. فقعدت وبص لهم، هم يبصوا لي يبصوا لي وانا ابص لهم. وبعدين بقى لوحدي، ما كانش بقى ما دلوقتي انا بمشي بالماكير والكوافير والمساعده وهيصه، كنت الاول لوحدي. فقلت لهم هو في ايه، فين الناس؟ وهم باصين لبعض مش عارفين يردوا عليا. لقيت البواب ورايا بيرن الجرس بيقول لي في حاجه. قلت له انتوا اللي في حاجه؟ مش امبارح كان في تصوير هنا؟ مش النهارده في تصوير؟ قال لي التصوير اتلغى ودول مأجرين الشقه. فلكي ان تتخيلي اني انا برن الجرس على ثلاث شباب وداخله لهم برجلي. لما البوابه الله يستره لحقني، كان زماني مغتصبه وما لهمش ملامه، انا رايحه برجلي.